يعني هذا السؤال سابق لأوان، وتقرر هيئات الجبهة الديمقراطية على ضوء عندما نطرح شيء يجب أن نعمل على كيف يمكن لنا أن نصل بالشيء إلى مدى النهائي، ثم فيما بعد نأخذ القرار. نحن الآن نضغط باتجاه كيف نجعل دورة المجلس المركزي القادمة انحطافة مهمة، لهذا نتحرك مع الجميع ومع القيادة الفلسطينية من أجل الحوار. إذا وصلنا إلى حوار ومخرجات للمجلس المركزي، بالتأكيد هيئات الجبهة قادرة أن تتخذ